لنرى هنا عملية الخراطة والرسم على هذا الخاتم. يبدو الأمر رائعا وممتعا. لنتابع الرسم الذي سيتم عليه. بالطبع يستخدم هذا الخاتم كختم شمع بهذا الشكل. قد تستغرب للوهلة الأولى مما تراه أمامك، لكن ما يتم تصنيعه هنا هو آلة العزف البوق. فكما ترون أمامكم يتم كبسه ووضعه على آلة الكبس، وبعد ذلك يتم تعدينه من قبل العمال. لنتابع معا. بعد أن يتم لحام القطعتين ببعضهما البعض، يتم تحميتها هنا بالنار حتى يتم تسويتها جيدا فيما بعد. هنا بواسطة هذه الآلة حتى يتم إزالة نتوء المنتصف، يتم وضعه على هذه الآلة وبهذا الشكل يتم تسويته. لأخذ شكل البوق المعروف كما ترون يتم وضعه على هذه المطرقة وتعدينه بهذا الشكل. الآن على هذه الآلة وهي آلة الخراطة يتم تعدينه بشكل أفضل، وأيضا يتم إزالة الطبقة التي تم الطرق عليها، وذلك حتى يصبح شكله رائعا ويتم ثنيه من النهاية حتى يتم إزالة المنطقة التي تكون حادة وتسبب عادة بعض الجروح. هنا يتم بواسطة آلة الشحذ شحذ هذا البوق ليصبح لامعا وشكله جميل. الآن يتم وضع هذه المجموعة من البوق بهذا المكان حتى يتم تعدينه بواسطة النار وواسطة آلة الثني. لنتابع. الآن في هذا المكان يقوم العامل باستخدام بعض القطع، يقوم بثنيها وذلك حتى يتمكن من شبكها مع بعضها البعض أو دمجها مع بعضها البعض. لنتابع. بعد عملية التلميع يتم لحام هذا المكان وأيضا إزالة التشوه الخاص به، وذلك حتى يتم دمجه مع قطع البوق. لنتابع. بعد أن تم تجميع سلسلة الأنابيب الخاصة بالبوق، يمكنكم أن تشاهدوا شكلها وكيف يقوم العمال بوضعها مع بعضها البعض. لنتابع هنا كيف يتم تحميتها وحفرها بهذا الشكل. يتم لحام القطع الأخيرة وبعد ذلك تجميعها لتصبح جاهزة كما ترون. كما ترون أمامكم يتم جلب هذه الأعمدة النحاسية، وذلك حتى يتم وضعها على آلة الخراطة لتشكل المكان الذي يتم به النفخ. لنتابع معا كيف يتم الأمر.
بعد الانتهاء من عملية الخراطة يتم شحذ هذه القطعة جيدا وتنظيفها ووضع العلامة عليها. انظروا إلى الأشكال التي يتم صناعتها لتكون النافخ الخاص للبوق. الآن وكما تشاهدون يقوم العامل هنا بلحام بعض القطع ببعضها البعض، وهي بعض القطع التي ستشكل البوق. لنشاهد معا عمليات اللحام الخاصة بهذه المواسير. هنا يتم وضع اسم العلامة التجارية على البوق، وأيضا يتم وضع كتابة وتوقيع. يتم تلميع القطع الخاصة بالبوق، ويتم تجميع الأصابع الأخيرة الخاصة بالنفخ. لنتابع معا. بهذا الشكل الذي ترون تم تصنيع هذا البوق بطريقة استثنائية. يبدو العمل صعبا ومتعبا لإنتاج هذا النوع من الآلات الموسيقية. يمكنكم أن تشاهدوا شكله. هنا يتم صناعة النوابض الحديدية. شاهدوا كيف تقوم الآلة بفني القطع وبعد ذلك قصها بهذا الشكل. وهنا آلة أخرى تقوم بتصنيع نوابض لكن بشكل مختلف كما تشاهدون أمامكم. ويبدو أن هذه الآلة هنا تقوم بصناعة النوابض الكبيرة. تابعوا. يتم ثني القطعة الحديدية بالداخل لتصبح على شكل نابض، ثم يتم قصها عبر هذه الماكينة القوية. انظروا إلى طول هذا النابض.